إشراقة الصباح، ومضة تفاؤل وإيجابية. أهلا بكم في إشراقة هذا الصباح. من أروع الجمل التي تبعث فينا الطمأنينة أن تسمع هكذا وتؤمن بأن ناصيتك بيد الله. فما هي الجملة؟ الجملة تقول: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. هي أمان وسلام واستسلام وطمأنينة ورضا من الله عز وجل. هذه الجملة تجعلك دائما في اتصال مع الله عز وجل، فلا تتوقف عن التحدث مع الله أبدا. أخبره دائما عما ترغب به في كل لحظة، وليكن صوت يقينك أعلى من صوت لسانك. وفي كل يوم جديد يطل عليك، دائما تشبت بالصبر ولا تفقدها مهما تأخر عليك الفرج، فما بين حلمك وتحقيقه إلا صبر جميل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وتمر علينا لحظات صعبة نعجز عن حلها، ويعجز من حولنا عن مساعدتنا، لكن الهدف دائما هو أن نفتح باب الأمل، وسيفتح باب الأمل، ونتشبت بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتشبت بكتاب الله عز وجل. يأتي هذا الكتاب القرآن الكريم ليعلمنا أنه لا صعب مع رب عليم قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات، هو العليم القدير الحكيم المدبر الخبير. لا تنسى دائما هذه الكلمات وتشبت بها، وتشبت بكتاب الله العزيز، فهو دستورنا، والحمد لله رب العالمين.